أنا محمد حمدان من سوريا، من محافظة إدلب. يوم من الأيام كنا عايشين أنا وأهلي مدينة إدلب، وصار في قصف طيران وحرب، أجت الطيارة وضربتنا. خيي كان صارح، كان يروح بالغنمات، وأنا كنت مع أهلي. ضربت الطيارة أنا ما صابني شيء، ماتوا أهلي وأمي وبيي، وخيي رجع وقتها. وبعدين هون قعدت 3 سنين بسوريا. بعد 3 سنين في زلمة كنت بعرفه، اتدينت منه 400 دولار عشان اطلع لبنان. حكيت مع مهرب وجابنا لهون. بس وصلنا لهون زرنا على الطريق، كنا منا كم يوم بالطريق، صرنا نشتغل على الحاويات من يوم يوم على الحاويات كل يوم. ضلينا شي شهر وشوي على الطريق، قام شافنا عمو مروان وجابنا هون على المحل، قعدنا وزبطنا، يعني حطينا التخت مشان ننام هون. ولهلأ كل يوم كل يوم تقريبا يعني نطلع الحاويات نشتغل شوي بنرجع بالمحل، لأنه إحنا ما بنفهم بالمصلحة. أنا مازن حمدان من محافظة إدلب سوريا. صار الحرب بسوريا، أجت عصفتنا الطيارة، عصفت الطيارة أهلي. أمنا اللي طلعنا وهربنا. أمنا أنا المهرب بجهة تانية، أمنا جابنا وظلنا قاعدين من الساعة 4، من الساعة 12 للساعة 4 الصبح لا مشينا. أمنا مشينا، جت سيارات بالبغاء صفت، أخذتنا على بيت، من البيت جابتنا على البيوت هنيك. أنا كان عمري وقتها 11 سنة وخي كان عمره 10 سنين. يعني التجربة اللي على الحدود كانت كتير صعبة، ما كنا ننام بالليل، ضلينا علقنا على الحدود شي يومين وقتها. يعني عنا علقة يعني كتير صعبة، ومنه إجا الجيش اللبناني ومنه الجيش السوري، كل ما بيجي علينا حدا نهرب. يعني عايشنا تجربة كتير صعبة مع انه عمري صغير. من وقت اللي جينا على لبنان يعني ما في ولا جهه رسميه ساعدتنا او حدا او امم، يعني ما حدا عرف انه احنا هون او شيء، وحدا ساعدنا خالص، ولا حدا ساعدنا. وكنت بسوريا كنت ادرس، يعني تعلمت العربي، بقرا وبكتب قليل يعني مش كثير، بمشي حالي. خيي ما كان يدرس لانه كان يعني بيدرس وما منه مختلط كثير بهالمدرسه. وقت اللي جينا على لبنان ما رحنا على مدارس ولا على شيء. كل يوم بس نوعى بنلبس هدومنا ونطلع، بيجي المعلم يفتح المحل، نطلع نحن نبرم حاويات، نبرم شوي لا شيء، يوم لا شيء نرجع. احنا عشنا وشفنا الحرب، في كتير ناس ماتوا أهلها أكتر من اللي عايشين أهلهم. كتير يعني وجود حي، يعني يعني بهالأيام الصعبة الواحد ما كان حده حدا بيضيع هالأيام. بشكر ربي إنه خلالي خيي حتى يضل سندي بهالعمر، لأنه أنا بلا ما فيني أعيش. يعني كل واحد عايش ذكريات مع أهله حلوة، وأنا عايش ذكريات حلوة مع أهلي. كنا يعني خيك واحد حياته البسيطة وضل مع أهله أحسن ما يكون متطور وما معه شيء وبدون أهله. يعني الأهل هني كل شيء في الحياة. لو كانوا أهلي عايشين يعني كنت أنا أسعد إنسان بالدنيا، ويعني الدنيا كلها بكف وأهلي لوحده بكف. حلمي إنه بتطور بوم بكبر، بس بعمر بيت لي وبتجوز، أولادي ما بصير فيهم بكره هيك. حلمي اني ادرس واوصل للي بدي اياه، بحقق احلامي.